حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي كانت تعمل على خط السكك الحديدية عربات بنيت من خشب، كانت عربات الدرجة الرابعة الكاتريام، كما كان المسافرون قد دأبوا على تداولها. وكما يفهم من تصنيفها فقد كانت الأرخص ثمنا، وبالتالي كانت على كل الخطوط ودون ما استثناء الأكثر اكتظاظا. دخل القطار محطة سيدي قاسم، نزل الركاب القاصدون إلى فاس. في تلك الحقبة كان أكثر ما يعانيه المسافرون على متن القطار المنطلقون من طنجة إلى فاس أو إلى الدار البيضاء فترة انتظار القطار القادم من الدار البيضاء لإتمام الرحلة. في بعض الأحيان تكون طويلة فترة الانتظار تلك، وتختلف قساوتها باختلاف حالة الطقس والفصول وساعات الوصول إلى سيدي قاسم. ظهر الجمعة 13 من يونيو من العام 80-900 كان في جملة من نزلوا من القطار شاب قادم من أصيلة حيث يعمل في المصالح البلدية، عبد العالي أبو الغيث الذي كان في العقد الثالث من عمره ينحدر من مدينة فاس، وكان قاصدا المدينة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته. لم يكن قد تزوج بعد، ولكن أمه للا السعدية العفيف كانت قد تواعدت مع شقيقتها الباتول على أن يتزوج عبد العالي ابنة خالته ليلى، وكانت تصغره بخمس أو ست سنوات. كان الشاب يعيش على أمل الحصول على انتقال إلى بلدية فاس، وقد رهن بذاك الأمل إتمام زواجه من ليلى بنت الخالة. مع مرور السنوات صار يوقن كل يوم أكثر أنه صار يحب ليلى، وأن ما توافقت عليه أمه وخالته الباتول كان اختيارا صائبا. ومع ذلك لم يصدع لها بحبه يوما إلا ما كان على سبيل التلميح. لم يكن عبد العالي استثناء بين الذكران من الوسط المحافظ الذي ينتمي إليها. كانت نظرته إلى الحياة مطبوعة بجدية تنزع إلى الإفراط. كذلك كان عبد العالي أبو الغيث ولد الحاج المدني أبو الغيث تاجر الأثواب. في العام 80-900 كان قد مضى عامان على استقراره في أصيلة، ولذلك كان قليلا ما يتخلف عن السفر إلى فاس لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع العائلة. دام انتظار القطار القادم من الدار البيضاء والمتوجه إلى فاس 3/4 ساعة. كان الجو حارا، ولم تكن المحطة توفر أماكن كافية للجلوس أو الاحتماء من حر الشمس. كان المسافرون أغلبهم يذرعون الرصيف جيئة وذهابا. ثم جاء القطار، سمعت صافرته قبل أن يظهر وهو يلج المحطة. انطلقت الأبواق بطلقات من المعلومات بالعربية والفرنسية والإنجليزية، ولكنها تلاشت في الهدير ذاك المزيج من أصوات المسافرين ولهاث محرك القطار. تسلق المسافرون متدافعين بوابات العربات. تقدم عبد العالي نحو واحدة من العربات الخشبية الدرجة الرابعة وصعد. وقع بصره على مكان بجانب امرأة شابة كانت ترتدي جلبابا أسود وتضع على رأسها غطاء تمازج فيه في خطوط متداخلة الأبيض والأسود والأحمر. كانت تضع على ركبتيها حقيبة يدوية. استأذنها في الجلوس بجانبها، لم تمانع، ردت بابتسامة. جلس وأخرج من حقيبته جريدة يومية كان قد قرأ أغلب ما بها من أخبار ومقالات حين كان ينتظر القطار في أصيلة. ركز نظره على صفحتي الأخبار الرياضية. في الصفحة الأخيرة صور عارضات أزياء استهوت المرأة الشابة. أحس عبد العالي بفضول المرأة، أخذ صفحة الكلمات المسهمة ثم ناول المرأة الشابة باقي الصفحات. شكرته مبتسمة، مضت تقرأ بنهم بينما أخذ قلما وبدأ يحاول ملء الشبكة. كان القطار قد بلغ سرعته الأقصى. في الكرسي المقابل جلس رجل وامرأة. قدر عبد العالي أن يكون الرجل في مستهل العقد الرابع بينما كانت المرأة في بداية الثلاثينات.
كان ينظران إليه وإلى المرأة الشابة بجانبه. حسب عبد العالي الأمر طبيعيا، فقد كان في مرمى نظرهما. منذ أن دخل المقصورة في محطة سيدي قاسم لم يسمعهما ولم يرهما يتبادلان الحديث. كان هناك تمثالين. لم يكن في الرحلة ما يجعلها مختلفة عن رحلات سابقة لعبد العالي أبو الغيث، كذلك كان يبدو الأمر. توقف القطار في عين توشتات. يبدو أن مسافرين نزلوا هناك، وقد يكون قلة أولئك الذين التحقوا بالقطار. لم يدخل العربة التي كان عبد العالي على متنها أي مسافر جديد. بدأ النعاس يغازل جفنيه. استقر نظره على حقيبتين من الحجم المتوسط كانتا على الرف المقابل. قدر أنهما ثقيلتان، وبدا له أنهما استعملتا مرات عديدة في السفر لفرط البلا الذي لحقهما. في كل الأحوال الأمر لا يعنيه. استرخى وأغفى. لا يدري كم مرة من الوقت حينما أيقظه توقف القطار. ألقى بنظره إلى الخارج. لم يصل بعد إلى فاس. كان الرجل والمرأة المقابلان له في مكانهما كتمثالين، كما تركهما قبل أن يهزمه النعاس. ولكن المرأة الشابة التي كانت بجانبه اختفت. فتح الجريدة وانغمس في صفحاتها. بعد نصف ساعة أو ما يقرب من ذلك انطلق البوق المبحوح يعلن الدخول إلى محطة فاس المدينة. استعد الركاب للنزول. عادت المرأة الشابة. رآها وهي تحاول إنزال إحدى الحقيبتين اللتين كانتا على الرف المقابل. كانت تبدو كما تخيلها ثقيلة. نهض لمساعدتها ولكنها رفضت شاكرة. قام الرجل الذي كان في الكرسي المقابل مع تلك المرأة بإنزال الحقيبة الثانية. لاحظ عبد العالي على الحقيبة في جانبها الأسفل أثرا يشبه أثر دم متخثر. حسبه صباغة، ولكنه دقق النظر لما وضع الرجل الحقيبة على كتفه. ما يراه أثر دم خرج من الحقيبة. تساءل عما يحمله الرجل. أراد أن ينبهه، فربما هو لم ينتبه. تردد في البداية، ثم استجمع قواه وغالب خجله. اقترب من الرجل وقال له: سيدي، في أسفل حقيبتك أثر دم. نظر إليه الرجل بعينين جحظتا فجأة، كانت في نظره عدوانية لا تخفى. وما الذي يهمك أنت؟ ابتلع عبد العالي ريقه. لا شيء سيدي، فقط أردت أن أنبهك حتى لا تتسخ ملابسك. ذاك شأن لا يعنيك، امضي إلى حال سبيلك وإلا ألحقتك به. بدا الرجل ذو الصوت الخشن وكأنه زل لسانه فنطق بما لم يكن يريد أن ينطق به. توقفت عيناه الجاحظتان عند عيني عبد العالي. أضاف: قلت لك امضي إلى حال سبيلك. أحس عبد العالي بخوف شديد. كان القطار قد توقف بالكامل قبل بضع دقائق. عربة الكاتريام كانت في مؤخرة القطار. نزل عبد العالي مسرعا الخطى. كان صدى تهديد الرجل يتردد في أذنه: امضي إلى حال سبيلك وإلا ألحقتك به. على الرصيف كان مسافرون كثيرون يمشون في صف طويل إلى باب المحطة. حرص عبد العالي على الاختفاء وسط الزحمة. من حين لآخر كان ينظر إلى الوراء. بدا له الرجل وقد نزل من العربة. كانت الحقيبة على كتفه والمرأة التي كانت معه بجانبه. وصل إلى الباب، سلم بطاقة سفره إلى المراقب، ثم اندفع مسرعا. مضى إلى مكتب الشرطة. كان المداوم شرطيا في الخمسينيات من العمر. دون أي تمهيد ألقى عبد العال بما يحمل بداخله. سيدي، هناك شخص يحمل حقيبة أظن أن بها جثة أو أجزاء من جثة. ماذا، جثة في حقيبة؟ إنه على وشك أن يغادر، هددني. خرج الشرطي إلى باب المكتب. بعد دقائق ظهر الرجل الذي يحمل الحقيبة. كان يتلفت في كل الاتجاهات
وكأنه يبحث عن شخص ما، وكأنه يتحقق من أن لا أحد يراقبه. ثم فجأة ظهرت بباب المحطة المرأة الشابة تلك التي كانت بجانبه. لاحظ عبد العالي أنها لم تعد تحمل الحقيبة التي كانت معها. قال عبد العالي للشرطي إن الرجل يحمل حقيبة بها أثر دم متخثر، وإنه إن رآني معك هرب. تراجع عبد العالي إلى داخل مكتب الشرطة بينما تقدم حارس الأمن نحو الرجل، سأله عما يحمله في تلك الحقيبة. بها أشياء تخصني، دعني أرى. وضع الرجل الحقيبة على الأرض، فحصها الشرطي، ولما أراد أن يرى أسفلها دفعه الرجل وركض وسط الجمع الخارج من المحطة. حاول الشرطي اللحاق به ولكنه ذاب وسط الجمع. أسرع عبد العالي نحو الشرطي، ثم ظهرت المرأة التي كانت تجلس بجوار ذاك الذي هرب. قال للشرطي إن المرأة كانت معه، كانت تسرع الخطى. لحق بها الشرطي وأمسك بها. عاد إلى الحقيبة وحملها إلى المكتب. تفحص جانبها الأسفل، كان به دم. غادر عبد العالي دون استئذان، وقف في مكان غير بعيد ثم خرج من المحطة. رأى المرأة الشابة على متن سيارة بيضاء كانت تراقب باب المحطة. لما صار بمحاذاتها ابتسمت مثل ابتسامتها لما كانت إلى جانبه في القطار. رد عبد العالي بابتسامة، ولكنه بهت لما رأى أن الذي معها في السيارة ليس سوى صاحب الحقيبة. أيقن عبد العالي أن الثلاثة الذين كانوا معه على متن القطار مجموعة واحدة، وأنهم ظلوا صامتين طوال الرحلة حفاظا على سر يرهقهم جميعا. أسرع عبد العالي الخطى مبتعدا، أحس بأن بابا من أبواب تلك السيارة قد انفتح. التفت وراءه فرأى الرجل صاحب الحقيبة يقصده مسرعا. انعطف إلى شارع متفرع عن الشارع الرئيسي، لم يكن هناك مكان يختبئ به، كان مكشوفا. رأى باب عمارة مفتوحا، اندفع إلى الداخل. لاحظ بابا صغيرا في عمق المدخل، دفعه فانفتح دخل. كان الباب يفضي إلى سلم ينزل إلى مرآب السيارات. تناهى إلى سمعه وقع خطى، أيقن أن الرجل يلاحقه. كانت الأضواء خافتة في المرآب، قصد زاوية مظلمة، التصق بالجدار. رأى شخصا بلا ملامح يدخل المرآب. أيقن عبد العالي أنه ملاحق، وأن عليه أن يجد مخرجا من الورطة التي وقع فيها. كان للمرآب باب آخر، من مكانه رأى الرجل يخرج منه. عاد أدراجه وخرج من الباب الذي دخل منه. خشي أن يكون هناك من يراقبه، فقرر العودة متسللا إلى محطة القطار. رأى أن الحل أن يسافر من مسائه وأن يرجع إلى أصيلة. ركب القطار المنطلق إلى الدار البيضاء. صباح الغد كان في أصيلة. بعد يومين قرأ في إحدى الصحف أن الشرطة اكتشفت قطع جثة بشرية داخل حقيبة في محطة القطار بفاس. أفاد الخبر بأن الجثة تعود لرجل، وأن امرأة على صلة بالمتورطين في الجريمة تم القبض عليها، وأن البحث جار للعثور على شريكين لها، رجل وامرأة. على مدى أكثر من شهر انقطع عبد العالي عن زيارة عائلته في فاس. كانت خطيبته ليلى بنت خالته تساورها شكوك حول انقطاعه عن المجيء إلى فاس. صباح أحد الأيام أواخر يوليوز، في صفحة الحوادث بالجريدة التي دأب على مطالعتها، قرأ أن الشرطة تمكنت من القبض على الشريكين في قضية جثة محطة القطار. في اعترافاتهما جاء أن الضحية هو زوج للمرأة الشابة، وأن الرجل كان شقيقها الأكبر، والمرأة التي قبض عليها أولا زوجته. قتل الرجل سهره بعدما شكت زوجته في وفائه لها، وقرروا نقل الجثة من الدار البيضاء إلى فاس حتى لا ينكشف أمرهم. كانت المرأة الشابة تريد أن تبلغ عن اختفاء زوجها بعد أن تتخلص من جثته.